نروح لارض الملعب ومعانا زميلنا محمد توفيق نشوف اخر استعدادات الفريقين الاهلي وبتروجيت. تحياتي ليك يا توفيق، تحيات كابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت، اتفضل. مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وضيفك الكرام كابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت وكل مشاهدي قناه النادي بكل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات ملعب الاشبال. يمكن النهارده مباراه الاهلي وبتروجيت اولى مباريات او دور النهائي لتحديد بطل المسابقه. يمكن خلينا نشرح للساده المشاهدين كابتن اسامه نظام المسابقه. يمكن كل فريق لعب 20 اسبوع في دوري من دور واحد لتحديد يعني او ترتيب الفرق جميعا. العشر الاوائل صعدوا لمرحله البطوله او المنافسه على البطوله، وال11 فريق اللي في الترتيب الاخير يعني يمكن بيصفوا على الهبوط للدرجه الثانيه. الحمد لله النادي الاهلي يمكن انهى الدور الاول الترتيبي في المركز الاول. بتروجيت منافس النادي الاهلي اليوم في المركز الخامس. النادي الاهلي طبعا صعد بنفس يعني عدد نقاطه 42 نقطه في المركز الاول، وبتروجيت في المركز الخامس ب 36 نقطه. ان شاء الله الفريق ويتبقى ليه 9 مباريات على البطوله، اولها النهارده امام بتروجيت. ان شاء الله يقدر يحافظ على ترتيبه ويفضل في المركز الاول. زي ما كنت بتتكلم يا كابتن اسامه حضرتك وضيوفك الكرام ان فريق 2003 او كل قطاع ناشئين بشكل عام عدد كبير جدا منه مصعد للفريق الاول او كمان في اعراض لفرق للدوري الممتاز لاكتساب طبعا الخبره والعوده مره اخرى لبيتهم من جديد النادي الاهلي. ولكن طبعا يبقى هدف النادي الاهلي في البدايه وفي اولا هو البطوله، وان شاء الله الفريق يقدر يحافظ على دوت. يمكن كابتن اسامه الفريق زي ما قلنا هيلعب 9 مباريات في هذا الدور لتحديد بطل المسابقه، منهم 3 مباريات بس هيبقوا على ارضه، مباراه اليوم امام فريق بتروجيت، وبعد كده هيبقى مباراه الاتحاد السكندري ومباراه الزمالك. ولكن 6 مباريات كامله من التسع مباريات كابتن اسامه هتكون خارج ملعب فريق النادي الاهلي. ولكن ان شاء الله الفريق قدها وباذن الله يقدر يحصد البطوله ويحقق الهدف الاول وهو البطوله دائما داخل النادي الاهلي. يمكن فريقين بالفعل وانا مع حضرتك دلوقتي في ارض الملعب بيجري عمليات الاحماء، النادي الاهلي طبعا بقياده كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني، وبتروجيت بقياده الخلوق كابتن حمام ابراهيم، وطبعا قياده قطاع الناشئين في نادي بتروجيت من كابتن ياسر رجب احد ابناء النادي الاهلي اللي دايما بنشهد لهم يعني بالكفاءه. كان ارضيه الملعب كابتن اسامه ولا اروع، جهاز طبعا التنفيذ داخل فرع النادي الاهلي هنا في مدينه نصر عامل اداء اكثر من رائع. ارضيه الملعب جيده، الجو النهارده كمان يمكن شتوي دافي اكثر من رائع. كل العوامل المحيطه بالمباراه ان شاء الله تكون مساعده للفريقين، نشوف مباراه جيده وتنتهي ان شاء الله بتتويج النادي الاهلي بثلاث نقاط وتبقى اول 3 نقاط في دور البطوله باذن الله رب العالمين. يمكن زي ما كان دكتور احمد ثابت بيتكلم وانا وحضرتك في البدايه عن ان في لعيبه كتير مقارنين افريقيا او كمان في اعراض، كمان في غيابات النهارده يمكن ابرزهم كريم عثمان واحمد داوود ويوسف شريف للاصابه، ومصطفى ابو الخير طبعا المقيد في الفتره الاخيره الافريقيه يمكن غاب النهارده للايقاف لحصوله على 3 انذارات. ولكن ان شاء الله بقيه اللاعبين الموجودين يكونوا باذن الله قدر المسؤوليه وان شاء الله يحققوا النتيجه المرجوه وفوز النادي الاهلي وحصد 3 نقاط. يمكن النهارده كمان كابتن اسامه بيقود اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم بقياده محمود منصور من منطقه الغربيه 35 سنه، وبيعاونه المساعد الاول عمر فتحي 38 سنه من منطقه اسكندريه، والحكم المساعد الثاني كابتن محمد القاضي من منطقه اسكندريه 27 سنه. نتمنى كمان طاقم التحكيم التوفيق النهارده يقدم مباراه كبيره ويساعدوا الفرقتين ان شاء الله ان هم يعملوا مباراه كبيره، وزي ما قلنا باذن الله النادي الاهلي النهارده يكون اول 3 نقاط في هذا الدور وباذن الله ينهي البطوله في المركز الاول كعاده النادي الاهلي دائما. ان شاء الله كل الاجواء زي ما قلت كابتن اسامه، الملعب درجه الحراره كلها ان شاء الله يعني تكون مساعده للفرقتين، وباذن الله بعد نهايه المباراه نحتفل مع حضرتك بالفوز واول 3 نقاط باذن الله رب العالمين. كمان كابتن اسامه اتفضل. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق.